فقدت حتى الملامح، وفتشوا عنك طويلا وحاولوا كبح جماح التداعي وكل الرموز التي عانقت صمت هذا الوجود، وفتشوا عنك طويلا بيني وبين المسافة والأغنيات وكل الخواطر تدعو إليك خطاوي الطفولة بين الليالي التي خاصمتها بروق الأمان، وفتشوا عنك طويلا وسائلوا نجم الطريق ودفتر كل النسائم والعاشقين، وسائلوا بعضي وكلي، وفتشوا عنك وعنك طويلا طويلا طويلا، وفتشوا. وصوت البنات يجادل ليل الأزقة، وليل الأزقة أودت إليه دروب طوال، فهل بين كل وبعض دروب طوال؟ وهل بين ذاك الذي بعثرته الرياح دقيقا على شوك هذا التمرد والانطفاء، وبين الأصابع حين اعترتها خصومة هذا التراب النماء دروب طوال طوال قصار قصار طوال، أفتش عنك وعنك طويلا طويلا طويلا، أفتش. أركض صوب القريب البعيد، أحول كفي إليك رغيفا لكل الخطاوي التي سابقت خبز هذا وذاك القطار، أفتش عنك وأركض نحو التمازج بين الرحيق وبين الفراش، أفتش عنك أحطم كل جدار تداعت عليه أمام الذين أرادوا الحياة، أفتش عنك وطير كل الطيور السجينه على التحول فيها يعانق شمس الثبات، وكل الطيور انفعال يحاول أن يلتقي، وهذا التواصل بين الأصابع والارتعاش. أفتش عنك أفيقي وهذه دليلا إليك، أفيقي دعيني أفتش عنك، دعيني أحدث عنك المواسم وأعلن أني أجادل كل المسافة بين التوقع والاندهاش، وسم انتمائي إليك تحدي، وأعلن أن المساء ترنح قمرا وأن الصباح استراح على مغنتين. طيب رفقة، إلى صديق الشاعر والمخرج قاسم أبو زيد، وإلى كل الأصدقاء، التقطني يا صديقي في الدروب ما تجيبك، التقطني يا صديقي في الدروب اللي ما تجيبك، ودفي حضنك بالأغاني كل ما يدخل طريقك، وكل ما يدخل طريقك أمسك الجمرة اللي بتبرك بين رمادك وبين حريقك، ورافق الدمعة اللي بتعرف شاسع الحسن الدعيقك، يا صديق الهجعة والليالي النجعة في شرود النجمة والقمر صديقك، يا صديق ما مفروض رافق الدمعة بتعرف شاسع الحسن بعينك. والله يا أخوانا أنا ما أعرف عنه، لقدت الروح الحجاب يحلى لك يا حين الكبر دخل ما في باهم، يعني ما تخد حاجة عجيبة، يعني ما نبغى الحاجة حافظها أنا، يعني واحدة عرضة يا إخوانا ممكن نتولى سعيد دي الدنيا وغلط مقلوبة، دي الدنيا وغلط
مشنوقة خطوات الصباح، مشنوقة خطوات الصباح، عصفورة الأمل البراح مدهوسة في شارع ظلم، مسروقة أحلام الصبايا، مسروقة أحلام الصبايا، مسلوبة من تاريخ بعيد، فرحة العيد السعيد منهوبة يا كل البلد، حتى الخواطر في الحنايا خايفة مسمرة في جدار اسمه العبط، مكتوم زعل كل الورود لما العدم أصبح وجود، مشروخ زمانك يا غنى محدود صفق كل المنى، مسكين فرح كل الدواخل لما يتنام انضبط، لما الطفولة تشيخت مجبورة ترضع في الهلاك والزيف ملامح اتضخمت، لما الفقر حيت حروف الشرد الحرف الولوف، في زمانك ينتهاك، في زمانك ينتهاك، نضحك من الحسن الهنا نتباكى والضحك الهناك، ما أصله كله واختلط ما دنيا معقوسة ورد. في حاجات بتجلي وحاجات بتجلي بس طويلة الغريبة اللي عشان محفوظ شديد بروح معنا. طيب لوين وكيف لمتين يا ضحكة ضاعت وين يا حزن يا مرتاح بين الدموع والعين، لوين وكيف لمتين يا ضحكة ضاعت وين يا حزن يا مرتاح بين الدموع والعين، تعبت معاك الروح والليل حشد سهره، تعبت معاك الروح والليل حشد سهره، شباك حلم مقفول هاجس المسافة يطول للفات ما رجعوا، يا سكة لبيتنا يا عتمة يا مشوار يا شارع الحلة، ما ضاعت الذكرى للغاب والحضر، يا قمر يا قمرة يا سنسنة وحمرة، بسأل عن الأفراح والخاطر المرتاح، عن دنيا فيها سماح عن الصباح الراح، لا ضو لا أتر لوين وكيف لمتين يا ضحكة ضاعت وين يا حسن يا مرتاح بين الدموع والعين، علمنا يا مسكين علمنا يا مسكين، ورينا عايش كيف والريح وغول الزيف بيشتتوا المطرة، والفكرة قلت الحق مكتوفة مبتسرة، والخطوة نحو كيف والسكة دي خطرة، أطفالنا والأمات آمالنا وأحلامنا الهسي والجايات طوالي في وكرة، لكن ده كله يهون مهما الصباح مسجون والفرحة مبتكرة، ما البذرة مهما يكون هتبقى يوم شجرة، بذرتنا مهما يكون هتبقى يوم شجرة، السحاب لو أصله خاصمنا وتعب، السحاب لو أصله خاصمنا وتحب، والرياح في الدرب شتتت فرح الغوافي ومددت حزن المنافي، برد ريدك فينا باقي في الحنايا، في عيون أطفال بتكتب بالدوايا، في المشاوير والحكاية وجوه ثابت في القلب، يا سمحة ما غابت مدينة، يا سمحة ما غابت مدينة، يا سمحة ما غابت مدينة، يا سمحة ما بموت الفريق ولا بينهش في غناوين الحريق، والوتر دائما بيغني للقوافل الجاية من وجع الطريق، الوتر دائما بيغني للقوافل الجاية من وجع الطريق، والسحاب برضو بيعود وجينا ببرد المشارة، بيننا بينك لا موانع لا سدود، بيناتنا بس تبقى الجسارة، بيناتنا بس تبقى الجسارة. عتبة ما حفظ الله هذه من حياتهم فقط بجري استلاب
خبريني والمساء الشاحب الخطوات يحترف التعب. خبريني والمساء الشاحب الخطوات يحترف التعب ورحيل أغنية توشوش في خبايا الانتظار تضيع مني ليجادل كل أطراف الزمان وهتهد الكلمات لا أبقي على شيء من الذكرى وهذا العقل متعب وجوع الدرب لا يفضي إليك ولا إلى اللغة الصريحة كي أحدد ما تبقى من رحيقك في مسام الروح والجسد اشتعال وهذا النبض أتعب وتلك الخطوة ابتعدت عن الصحو المكمل للحقيقة أغلقت بالخفت أبواب الوضوح زيفت صوت المغني أحرت لغة النشيد وضيعت حلم الصبايا في طوابير الرغيف وغيبت معنى الطفولة أنهكت حسن الشيوخ وهمشت منك القضايا في احتمالك للتواصل والمرابون استباحوا هذه الأرض الحلوب فيا جميلة خبريني كيف بدلنا الكذوب في انتصارك بالكذوب ثم إنا لم نعد ندري لأن مز حملناك جنينا قد نسينا أن نضع فيه الملامح كي نحدد ما فعلنا بانعتاقك لو سئلنا كيف ضيعنا انبهارك بالخصوبة وارتضينا أن نسلم للعساكر من ثمارك ما يطيب. يظلنا المرسوم على رمل المسافة وشاكي من طول الطريق قل للبنية الخايفة من نار الحروف تحرق بيوتات الفريق قل لها ما تتخوفي دي النسمة بتجيب الأمل والأمل تصبح رفيق والأصل في الجوف اندفن لا بتنسم لا بتمحم لا بنتهي منه الحريق والفينا من آهات أليمة في حكاوينا القديمة لا بيرحل عن عيوننا لا بتقشاه الهزيمة والجبال لا جن نحنا يوم تبشر به غيمة لما تمطر يوم علينا الفرح من المدينة والبرودات الحزينة يا طلنا المرسوم لرمل المسافة وشاكي من طول الطريق قول للبنية الخايفة من نار الحروب وبالمناسبة هي نار الحروب لكن الناس حس حولوها بنار الحروب وأنا اتفق مع التعبير ده قول للبنية الخايفة من نار الحروب تحرق بيوتات الفريق قول لها ما تتخوفي للنسمة بتجيب الأمل والأمل بيصبح رفيق والأصل في الجوف اندفن لا بتنسي لا بتمحن لا بنتهي منه الحريق البيت حسه طبعا يعني بيئة مركزية وجدانية مهمة في الحالة بتاعتي البيت خلى حتى العصافير اللي تفضح ست صباحات الغنى نفضت جناحات طارت وخاصمت حتى السماء طير يا حمام بالبر جيب لي منه خبر بيتنا الناصية شباكم الأخضر في زاوية من ذكرى باضت حمامة البيت في زاوية من ذكرى باضت حمامة البيت والقمري اترجاك يا ريت كان قدرت وجيت أهي النسمة بتوانس طل الضحى الناعس طل الضحى مشوار الونسة بالصفة الكبيرة والكتاتيح والغبار الفاقة والعمر الهزار الحسرة والزمن البروح سبهار
المقطع ده للشاعر الصديق الراحل المبين عمر الطيب الدوش. طول الضحى مشوار ونسى للصف الكبيرة والكتاتيح والغبار، الفادة والعمر الهزار، الحسرة والزمن البروح سنبهان، والنيمة وسط الحوش بالشوفة لو حنيت، النيمة وسط الحوش بالشوفة لو حنيت، ملحم طبيق الشوق لو همه أو هميت، والشوق براح وفسيح جامح صريح وفصيح لو غبت وتغابيت. ومضباطسة بالأيام، مضباطسة بالأيام عايشتها وعديت، منكسرة الأحلام شتتها وشتيت، وين يا ولي في البيت هاجرت وتخليت، عن جلفة الحلة عن خاطرة تتفسح، والموية والبغلة في الموية والنيل حبيب الله لو القمر طلة عتق ونش شلة وفج الصباح، هلا حليلك وانت جنبي بالزي السماوي، وجرح الفرقة يمكن الأيام تداوي. منسحبة دي الأيام، منسحبة دي الأيام لاحقتها وخبيت، وما ترجع اللحظات هجستها وجنيت، لاقيتنا أو خليت، خليتنا وتخليت، عن كل ما حلمتها عن كل ما سويت. يا ريت يا فقيد البيت لو قدرت وجيت، حتى لو طلع أريتك يا وضع طلع تلفنت أو هديت، أريتك يا خصيم البيت لاقيتنا وتلاقيت، من الفرقة سوس وسواس رافقتها وطشيت، أريتك يا ملك في البيت حننتنا وحنيت، في رجعة من هجرة مات الحمام في البيت، والقمري هج بعيد جوجايو يا فري هيد، وآه يا ولي في البيت ما تشل على البيت، بس النيمة وسط الحوش بالشوفة لو همي. ولحد هنا كفاية نتونا سفارة طب هيدا زلت معلش عن هذا الله كان موجود دلام شوية كان فيه تداعيات، لكن تداعيات بنعملها عادي يعني ما في مشكلة، ممكن نحكي سايق بدون قراية. طبعا أحكي لكم تداعيات أنا قراية هنا، وهي كانت مكتوبة ولو قريتها كان بتكون ممتعة، لكن حاجة النص اسمه معايشة، يمكن ناسنا بتاعنا ما حد بيتذكر الحاجة. في سنة 80 جات برقية للدكتور خالد المبارك العميد بتاع المعهد العالي للموسيقى والمسرح. البرقية بتقول الدكتور خالد المبارك أفيدونا صحة الابن يحيى فضل الله. كل الحاصل أنه نحن كنا في دار الاتحاد اللي هو كان في شارع 61 يعني الطلاب المحن العام المصير والمسرح، كان عندنا ورشة مسرحية، الهدف لنا أنه نطلع نحن مسرحيات، وكان في حاجة بنعملها اسمها المعايشة. فالمعايشة دي يعني انت تشيل الشخصية المسرحية وتمشي بها ما في المسرح، في الشارع في السوق كده. وكان عندنا برنامج نشيل شخصيات كثيرة جدا بنمثلها ونمشي نحوم بها في السوق الشعبي الخرطوم. انا كنت الشخصية الشغالة الشخصية بتاعت مجنون، مجنون بدق العربات كده وبيقول ليبيا وما عارف ليبيا، وانا شغال كده بقدم يعني كلام كده منها الزول اللي تابعني بيعرف قصتي، انه انا زول يعني في زول جاء مقترب من ليبيا خطب حبيبتي عرسها كده القصه دي كده، وانا شغال كده. وبعدين القصه جابت لها جمهور من الشفع وبتاع وجايين وراها ليبيا ليبيا ليبيا، وسط الجوطه دي كلها كده اشوف نت حسبه ده جاتنا في الملكيه كادوبلي. بعدين مباريني كده وقرب يدمع كده، وبعدين انا حسيت كان اليوم يوم اربع
يوم الاربع دائما الناس اللي بيكونوا جايين من كردفان بيجوا يسوقوا في السوق الشعبي عشان يسافروا لقطر الخميس قطر الرويض. فانا عرفت ان الزول ده يعني مشكله، فحاولت يعني بعدين يعني ما مفروض تفصل الشخصيه، لانه لو فصلت الشخصيه بتتدقق، يعني الناس ممكن يدقوك لانه ده استهبال يعني. وانا امشي بعيد وانادي حسن ده بإشارة كده، لكن أشوف واحد يعني ولا ليبيا ليبيا لي ما عرفت أعمل شنو، أغمز له وما بينفع أقنع مين الزول ده في النهاية. فات أنا عرفت حتحصل مشكلة، حصل ده وصل كادوغلي، لكن وصل كادوغلي ما قال الخبر ده اللي أنا سبورته واجد، يعني الخبر كده عوض أخوي قال لي انا ما عارف حاسه شنو بيجي ماشي كده، الناس بيكونوا بيتكلموا كده بيسكتوا ما ينادوا. اهو جات البرغيه دي يفيدونا صحه الابن يحيى تفضل. انا دخلت في مشكله. طيب يا اخي السؤال المهم جدا، انا عادي كيف يعني انا ما معروف عني زول مثلا ممكن تقول لي زول ده انيق ما بهدا، ما انا ما حيز يا جماعه، يعني انا زول غايته كده يعني ما قدرت اعرف انه انا نصيح كيف ولا انا ما اكون مجنون كيف ولا كده. مين مشكلة؟ طبعا عندي تحدي وكلام كبير جدا، انا اقنع ناس كاتب لي بيت كله نصيح يعني فجأة حاجات غريبة يسلم عليه زول اقول له ناس انا كويس جدا ما عندي اي حاجة، ودي بقى مشكلة يعني حاجة كده عجيب. المهم يا زلمه حاولت محاولات كثيره كده، دخلت بيوت مركه بتاع ولا يعني ما شاء الله محبوب في كادوغلي يعني الناس يعرفوني كده. فمين ده كده قدرت اقنع الناس كده انه يحيى ده نصيح كده وما يعني ده تمثيل ساكت وكده وبتاع. عندي زول صاحبي اسمه خالد عبد الله الله يرحمه، خالد عبد الله المرضي، هو اساسا ده مجنون 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 غريب، عنده بتاع قاموس يعني. خالد ده لما يبقى الكابلي بيبقى الكابلي، بيعزف عود بيغني زي الكابلي. مره اتش كادوغلي كلها كان في فرقه جاز البوليس، طبعا في لبس كامل كده بتاع الفرقه دي، لكن المحير شنو انه هو كان بيغوض الاوركسترا بتاع تريناي لكن لابس لبس زيهم، ما بيعرف الناس الزول ده عمل. المهم بتغمس عن حاجات كل مره بتغمس لشخصيه، مره يكون محافظ مديرية مرة يكون قام قال لي أمي في البيت في الوقت ذاك، هو كمحافظ للمديرية خطب بضع أسماء كده في البيت، وأن يحيى ده من أبناء كادوغلي الأبرار ولازم نعالجه وحنوديه حتى يحيى. وأمي تبكي عليه ما بتبكي علي أنا، والقصة بقت فيها كونفليكت غريب كده. فبقيت أنا موضوعي خالد ده بس، أنت أقنع خالد ده كيف إنه أنا نصيحة؟ فعرفته كده قالوا لي يا اخي الزول ده تلقاه في المحاكم والايام دي هو متغمس محامي يعني. فمشيت البوليس لقيت لك شايل له شنطه سامسونايت وفول سوب كده، وانا جاري وراه يا خالد قال لي انت، قال لي انت خطر على امثالنا. فانا ما قدرت اقنع خالد بس لازم تكون معك دي واحده من النصوص اللي كنت لاقيها كمان فحسيت احكيها. فانا اهو اي زول داير يسالني سؤال عنده حاجه داير يقولها انا خلونا نتونس يعني نحكي 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 حاجات. طيب يا استاذ يحيى تفضل. انت شغال صبر الله يرحمه ضرب لك تليفون وزيحة الدين دي ذات بيت دايرات ده شو زول لأدومان مين اللي كتب أدومان؟ انت مرقتك كنت معايشة شخصية ومرقت وضعت لغاية ما وصلت واصل انت وحدك. في حاجة اسمه تهشيم صورة الشاعر اللي هو يعني الناس تتخيل الشاعر ده حاجة كده عجيبة مرات كده بيكون ما هو كده بالذات نحن يعني. فأنا شغال في عروض التخرج بتاعتنا في قصة الشباب والأطفال، كانوا في ذاك في كوبانية ماسكاها أختنا اسمها ليلى. جات ليلى دي قالت لي مصطفى ده قال لك اضرب له مصطفى احمد يعني اضرب له بعد
ربع ساعة. ففعلا ضربتها مصطفى بيقول لك تجيني حسا. اقول لها يا مصطفى يا اخي انا شغال بروفات وما عندي هنا كده، عندي ساعة ونص تحت الغداء وبرجع. قال لي اركب تاكس وبرجعك بتاكس. يا اخي في شنو يعني، ما تخليني انتهي من البتاع ده. قال لي لا تجي هسه. فركبت التاكس وجيت لقاني مصطفى قدام البيت، كانت ساكن في عبد الحوام في الدين. بجلابيه دايما هو عنده بيشكل بخطه دايما في الكتف. فدخلني البيت وانا داخل البيت في ممر كده، في يعني الدنيا بيت في اوضه والشمال في اوضه، وبعدين لفينا يمين كده في برنده وفي غرفه هنا. جيت داخل البرنده مصطفى بطريقه مستحيله كده قال لي بنات بنتين كده تبدو عليهم النعمه كده بنيلات كده وبتاع. قال لهم اهو ده يحلفوا واحدة بس يقول لك ده قاعد متضايق يحلفوا. الثاني ده ما تصدق، انا فعلا ما تصدق في خيالي انه انا الشاهد ده دقيق كده. انا لابس اول حاجه قميص مكرفس شعار كشكة يعني بروفات الناس اللي بعرف المحل بعرف زمن بروفات ده، ولابس ليه بنطلون كاكي كده وسخان شفت كيف، بعدين عرقان لحد ما الملح هنا في الحواجب ظاهر، ولابس تموت تخليه. احنا بنشتغل بروفات كده. وبعدين بقيت انا قاعد كده فبيقوم ده البنت تقول لي يا اخي ده يحيى فضل الله. قلت لها يا اخي ده يحيى فضل الله، مالك يا اخي عندك شغل؟ وده انا شاكل انا طبعا في النهاية. يعني انت لو مصطفى كده لقيته بيدخل الكتاب بتاعه، المهم الموضوع انتهى كده. قلت له حسيت شنو؟ قال لي يا اخي البنات دي جنبي وبيسألوا منك. وقالت لي واحدة فيهم قالت لي الشاعر الدقيق احنا. قلت لهم رغيف مش معنى رغيف ولا رغيف ولا جاي. فجابني من هناك عشان اكون دليل في الموقف ده. فيلا سميت التهشيم صورة الشاعر. يعني احنا هم بيفكرون ناس كده بيجوا الصوره دي بقت ملخبطه. فحتى بعد ذاك حكى لي قصه عن شاعر، وانا ما اقدر اقول اسمه لانه ما بيستحق ذاته. يعني جينا مصطفى وبعدين في الصيف، في الصيف السودان الصعب ذاك، زول يكون لابس بدله شامواء خضره كده وبتاع بالنهار كده وفول سوت كده، وبعدين شعره كده افتحس بانه الفرش ده تاع عامل مشاكل مع الشعر بتاع. قرا له قصيده، حكى له قصه القصيده. قال لي يا اخي انا والله انا شايف يا استاذ، انا كنت في معرض الزهور وشفت ابتسامها جدا في معرض الزهور ده، فقمت قلت ليه البت الجميله دي ما تبقى زهره من زهره المعرض. فكان فرق الناس بيفتشوا عن ده، ونحن بنكون ناس داكشين ساي دي تهشين صورة الشاعر. ف انا والله كنت منمي يعني دار اعمل برنامج كبير شوية عشان معلش نتونس نتونس ما كلام كثير، بس خليني احكي قصه. طبعا الفيديو ده سجل معي والله وليد عبد الحميد. وليد مرات بيجي بيعمل قمم وصغار، وليد عبد الحميد قصه دي. لكن بحكيها خالي حاجه بوغاد ده قبات يعني محميه جعلي قح كده وبتاع. فسمع يا ضربنا دي بعدين احنا كنا في المورد، كان معانا عمر الدوش الله يرحمه وبتاع. فجاء قعد معايا، جاء يعني جاء من قباتي. قباتي دي الحته اللي اتولدت فيها شمال المحمية يعني. جاء وبعدين انا خايف من جيته، لانه جيته دائما مربوطه بانه في اراضي وطلع لي شهاده بحث يعني كده يعني. فقلت الزول ده يعني جاي لي شنو؟ فقلت الزول ده جاي لي شنو؟ جاي لي مهمه متخوف مني انا، انه بيسحبني بحاجات كده عجيبه. فقاعدين كده وبتاع، وهم منتظر عمر يمرق كده ما داري يتكلم، ما داري
ما داير يتكلم قدام عمر، لاني انا فضيحه كبيره. فبعد عمر مره قام قال لي انت في اغنيه بتقول يا ضبنا وسمعتها؟ قال لي دي حقتك؟ قلت له في شنو؟ قال لي انت خايب ولا شنو؟ ها؟ تقول بيقول يا ضلنا؟ ضلنا دي تقول المرأة لما الرجل يموت يا ضلي ويا كده ويا كده، وكمان لقيت لك زول دلع لك في الرادي. انا صدته طبعا لمصطفى دلع ده وديته هناك وبتاع، قلت له يا اخي كان في الامتداد، قلت له يا اخي الزول ده والله عنده راي، ومصطفى ده فلاح زيه يعني بيفهم الشخصيات دي يعني. هاي فزات هو مفتكر انا مش انا ابو بدات والقلبيه غير مشهور وكذا وحاجات زي كذا. ف هو قاعد يتونس غنى لي عبد الله بيو غنى لي حاجات كثيره، ومرتنا كذا تكيف كذا قام قد يده في قد في كذا، قال لي والله ابشر بدا راجل مطرب يا اخي. فده راي مثلا، انت راي زي ده لما تسمع من زول بسيط بيقوم بيفتح التاويل القصيده طبعا. يعني انا لما كتبت القصيده ما كنت فاكر انه يا ضلي دي يعني مشكله كبيره. ايه دي القصه؟ بس شو رايك يا يحيى؟ تحكي لنا حاجه من كيلز. حسين الكيلز ده برضه هو نص يعني شخصيه عمك شو كيلز زور نقاش يعني، هو علموه ناس ابو دماك وحتى كده زهور مختلف كده. انا لميت في حسين الكنيز ده في دار حزب الامه، دار حزب الامه دي في محطه خمسه في الجامعات جنب الزفانه، اصلا ما فتحت من خط اللافته بتاعتها دي ما فتحت لليله اسمها اذا كانت ابني ابي الدنيا. بعد كده هو كان غفير ده حزب الأمة، والمشكلة أنا جيت خاشي الدار دي أظن وداني حذيفة حسن الشيخ مشوار، خلقيت في السرير الرواية بتاعت جورج مالو فرسان الجمال. يا إخوانا زول غفير من ده حزب الأمة بيجيب الرواية دي وجورج مالو فرسان الجمال، فعينت كده طوالي وعنده صوت باسكل. قال لي اي غفير في حزب الأمة وبقرا جورج مادو مستغرب مالك. فبعد ذلك بدينا فبقينا عم حسين شخصية من الناس وبالذات يعني هو شغال نقاش، لكن بعد ذلك هو ثقف نفسه بنفسه طبعا عضو حزب شيوعي وكذا وبتاع واي وغفير في حزب الأمة ده التناغم اللذيذ في السوداني. ف بكره البشير ذكره اصل مبالغ فيه، بنكون قاعدين كده بنشوف مثلا مسلسل 94 الكلام ده مسلسل النوى فردوس عبد الحميد محمد فاضل، مره طاح قطع المسلسل، قطع المسلسل من نصه كده عشان يجيب البشير يعلن اعاده تقسيم الولايات 26 ولايه. اول ما قطع المسلسل دي شال مركوب وجدعه قبله بهناك كده ولحقه، قال تصبحوا على خير يا اخواننا وبركة. الصباح احنا راجعين طبعا التعليق بتاعه عنده تعليقات ساخرة جدا، قال يا اخواننا حكومة كاملة تتضارب ولا فردوس عبد الحميد؟ وفعلا يعني دي حاجة كده غريبة، ما شال سماية بنته في ولد الزاكر، وهو مشى وصل كده لقى البشير هناك جا راجع في نفس اليوم خلى السماية وخلى اي حاجة. فهو عنده بيجيني بالليل كده الساعة 11 كده دق الباب، وهنا انا بكون مساهم، لكن بيجي عمك حسين بيقول لي اصبحت صاحي؟ اقول له صاحي. قال لي يا اخي الشباب دول كلهم ناموا كده وبعدين انا ما بقدر انوم لو ما بلعت النوم. اقول له يا اخي خلاص كويس. قال لي خلاص المنظم ده شنو انه يجي ويشتم الانقاذ والحكومه دي كده ويهرب كده يهرب كده ويمشي ينوم كده تمام. بيقول بكات غريبه جدا منها مثلا يجي يقول لك
والله امبارح شوف عيني هاي سيدنا شنو الخضر وفرح والتكتوك وبلع واقفين في صف التعشيه. اقول له يا عم حسين طيب يا اخي فرح والتكتوك معروف ونبي الله الخضر معروف بلع دبه. قال لي مش مثل بيقول يحلنا الحله بلع من الجيد والمزله. قلت له قال لي بلع دبه وحاجات دول والناس بشكل عجيب كان من حياته برضه تذكره ودي انا استخدمتها في نصوص نصيه كده نص مسرحي ونص نهائي بتاع انه ناس بنغزل جابوا تيوس كده غير كده عشان يعني تعشر الغنم وكده وحاجات زي دي زي ها بعدين قاموا اكتشفوا بدل التيوس دي تقوم بالمهمه دي تيوزدي رضعا لما تعلم وكده نقول لك دي حيوانات سياسيه من نوع الطرمان فزول فديك يعني وفى الله يرحمه. بعدين عندنا عبد العزيز كان وعبد الحميد والثاني عبد السكيب وهو نقاش طبعا فهو بيضرب لك جهزاً من هذه السنة وبتاع هو بيضرب الاثنين الأبيض وحيد معلومة يقول فجأة جيت لقيتهم احنا كنا نكون شغالين معاهم من النشير ده فجأة كده لقيته كاتب لا لا إلحاد ولا شيوعية الفانوس حرق الكوكب هي عم تحسك قال لي انت بتعرف كام في الستينات مثلا الحياة في اما الحساب الكلام ده كان انا كتبت عنه نص يعني احنا مسمينه الكائن السياسي لانه يعني عندنا كان صاحبنا برضه هجليه هيدا غزائيه كده نحن بنتعشى فول وكده وحاجات زي دي بيجي يمشي جيبس حاجات نحن ما بنعرفها شوربة خضار مع الركب والعقل وكده لكن كمان هو عشان جبنا العشاء ده كده وبتاع كان بيمسك المايك يعني كان بيحولنا للجمهور كده ونحن طبعا المنظمه دي حقتنا يعني فبنقوم نقال على الزول ده كده فقام قال لنا يا اخواننا انتوا استغلوا الوعي الغذائي ده بدل ترجع للفول وبرضه واحد مره من اصحابنا شاكل الثاني هاج فيه هيجه شديده جدا هو بيستخدم كوتيشن فهاي فيه هيجه شديده جدا قام همس للزول اللي هيجيب فيه ده قال لي انحني حتى تمر على الصفحه هو كان زول كده مستحيل انه انا نقطع عنده اخر مره تلاقينا كان مع الله يرحمه ويرحمه. فانا قريت في نفس المدرسه اللي انت قريت فيها، طبعا انت طبعا يعني ما كنا في بعض، لكن لما جينا المدرسه طبعا وين كاتب لي ولا وين؟ في الدبلوم يا اخي. كنا لكن لا في توصل الطلبه كان بيجي بدال حلوم على الناس اللي قدامهم. ايوه. فمثلا فلان ده كان شاطر، فلان ده كان بيلعب كوره، فكان بيلعب كوره، فكان بيلعب كوره، كان بيمثل وبيقول شعر. كشكشة فيها فأنا دائما ليس معاه كثير في مدرسة كيلو ودائما في مدرسة 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 وهي مدرسة ساهمة حتى بعد تطور كثير من المدينة هو محمد منا طلع عبد العزيز هذا كان يدرس فيها هو وأساتذة كانوا عمالقة يعني أستاذ أحمد حسين عبد الغيوم أستاذ البلاع أستاذ البغل فأنا دائما تأثير المدرسة إضافة للتأثير كان انت كتبت حتى على المهمشين بتاع النادي هو ده الكتاب اللي كنت داير اقرا منه انا جاي كنت عشان اسمع اسمه كاجيحيات كان كتبت حتى على الدكتور هاي الدكتور كله ده في الكتاب ده حتى انا المقدمه بتاعته مع استاذنا استاذ التاريخ زكي جمعه يوسف في
لا يعني كان يقول لي هو يعني انا واحده من منابعي يعني لو كان ابونا ولا واحده من منابعي الابداعيه كانوا لي كلها كانوا لي المدينه التي انا يعني بنتمي لها وبعرف ناسها كتبت عنها كثير مدينة تسمى الكتاب بشقوصة وكاتب لي مدينة مختلفة طبعا انت لو عشت في كاتب لي بتمتلي بكمية من مفردات التنوع الصحافي عادي جدا انت تكون في كاتب لي فجأة كده يمرقوا لك شنو كده من وين ما تعرف يكونوا مالين الشوارع ضجيج كده ومطيط وكده والاحتفالات بتاعت عيد الاستقلال والصراع بيكون في مليون رقصة شفت كيف؟ والمدينة السودانية حقيقة يعني فيها حاجات كثيرة جدا هي خطوة نحو المدنية كده انك انت هي مدينة ربتك يعني بدون قبيلة بدون كده بدون الكلام الحائم ده كده ف مدرسة اللو طبعا يعني مسألة الكشكشة دي انا في كشكشة ما في كشكشة بعدين انا يعني كنت في الوقت ذاك لو قلت لي مرات ما تقولوا لي يا حبيبي في كادو يقول لي كبد 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 دي هو لغة بتاع الكورة يعني انا فترة الثانوي والعام والثانوية العليا كنت نجم بتاع كورة الزول اللي يوم الكورة ذاك ما بيلبس لبس المدرسة بيجوا يعني نلبس اي حاجة يعني احنا يعني في الثانوي بكون متفرغ لمنتخب المدربين صح يعني كده يعني ف مدرسة اللو ذاتها فيها يعني عوالم لانه بتلين كل الناس الجايين من جنوب كردفان من اطراف المدن زي ما انت بتعرف ذاته اي حاجه الناس اللي اذا كنا يعني انا مثلا من الناس اللي بذكرهم زملائنا يعني لوكا بيون هاي لوكا بيون ده كان زميلنا اللي هو كان وزير الخارجيه يعمل شريكين وكذا مشهور حتى فيه يعني كان بيلعب باسكت وفولي وكذا اولاد دلمجوك ديل كلهم كانوا معانا مثلا في زكريا دلمجوك وبعدين يعني فيهم مسلمين وفيهم مسيحيين وفيهم لادينين لكن كلهم اولاد دلمجوك هاي كلهم تلقاهم حاجات كده عجيبه من الحاجات كده طبعا انا ما بصوم رمضان يعني بصراحه كده انا صمتها رمضان ده يوم واحد في حياتي يعني ثاني أبيت كله لأنه أنا ما أنا زول قليل ما أعرف أقعد أنتظر الموية وأنتظر البتاع عشان آكل ما بتنفع معايا كله فرمضان ولا غير رمضان فلما تجي رمضان وإحنا في المدرسة الثانوية بكون مع المسيحيين فطور تحصل لي مشاكل كثيرة مع النار حاجات كثيرة جدا لكن ما في طريقة فكنت منضم للجماعة دي يعني في رمضان يعني والوقت ده كان في حاجات عجيبة في المدارس الجبنة الرومية العجيبة ديك كان في جبنة رومية كده عجيبة كده علب كده أنا ما عارف ما لغيت في حاجات هسه لو حكينا الحاجات دي لنا فرصة جدا هسه نحن في المعهد العالي للموسيقى والمسرح في ناس كتار دحين هنا لما تحكي عنه نحن لما بدينا 80 79 عثمان النو قاعد هنا مثلا ناس عوض الله بتاع احنا بدينا بدون اعانه 17 جنيه 17 جنيه دي وداخليه ده بعدين سكننا في داخليات عجيبه قديمه العمارات نمر 2 نمر 3 صحافه زلط يعني كده بعدين عندنا ناس بيرسلوا لاهلهم 5 جنيه ترسلها لاهلهم كويسه جدا فحس لما تقول للناس دي ما في داخليات ذاته ما في داخليات غاية من تدفع قروش عشان تقنع حسا فنحن نعتمو هو ما في زمن جميل في السودان الناس اللي بيقول لك في زمن جميل ما مر زمن جميل في السودان يعني حس الزمن اللي بتكلم عنه ده كان فيه مشاكل يعني برضه لكن على الاقل كان في حاجه في حاجه يعني في ميزانيه التعليم موجوده في لكن بتحكي على الجانب الحسن بقى المنكر زي زول مخرج سايفي كلنا جبنا كنت مع عثمان بقى بنحكي في